خالد الخالدي، بقيقي. شلونك يا الخالدي؟ بقيقي. انا متابعك من الكويت. بقيقي. شلونك؟ بقيقي. شخبارك؟ بارك. نحبك. حبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. هذا انا زين، ارويكم صورتي يوم عرسي. شوف الله عليكم، تحدوها مال مسلسل واضحة وبن عجلان، ها في ذمكم. لا إله إلا هاي يوم العرس في الدمام، هذا في بيت شعب. إيه يا زين من الوقت. وكل يوم أطالع عمري وأضحك، وليش مغمض يعني؟ حد يغمض؟ ليش التغمير؟ أنا ما أدري. لا والله إلا فنان، لكن العقال وين في خمرة الرأس؟ المرأة الأمور طيبة والحمد لله. هذا وقت السفر، الحين بنزل ويا صلاح تحت، طيارتي الساعة 2 الإقلاع، لكن أنا لازم أسير قبل ما أطير الطيارة بساعتين أكون في المطار، هاي من عوايدي مبوني، أي بديت مشى في مطاراتنا غاوية، مطار أبو ظبي غني يا ليل، طول بعرض، من مطاراتنا ما شاء الله تغني يا ليل، والناس كلها بوي تضرب بها الوصوف وتضرب بها النعات ومبسوطة فيها، وكل حد يشكر على المطارات. مطاراتنا من أرقى وأجمل المطارات من استوت الدنيا، يوم الناس توهم برجة مطارات تبوي من صنادق وجينكو وبليوت، نحن بوي مطارات أبوظبي تغني ليل مسلح، ومن الدقة لدار سوى طحنة لدار السنطوانة، هاي من الدقها عزمت كأنك داق بيب فولاد طنق صن سبيك الذهب من القوة اللي فيه. كثر ما المطارات كانت فنانة وما زالت، يودون الطلبة رحلة، يودونهم جولة في المطار ويعطونا فرصة الفسحة، يعطونا إجازة قبل الفسحة بساعة بحصة، وبعد الحصة الفسحة بساعة، يشبكونها يستوون 3 ساعات ويشللنا الباسات ويودلنا المطار وين مصنع البيبسي؟ هناك المطار. الحين تغير المطار، شيء استوى ما ادري شو سووه، ما جيت من سنين والله، من السبعينات ثمانينات ما جيت هاي البقعة. فالجولة في المطار هاك الايام لها روحها رونق، ولها نظرة، ولها شيء جميل كانت تعني لنا هاك الايام، الرحلات في المنشآت اللي تبع الدولة. الاول يودون الطلبة الوزارات، يودهم الدوائر، يودوهم الحدائق اللي موجودة في الوزارات، في أشياء جميلة يعني. سبحان الله، هل هذا موجود لين اليوم ولا لا؟ إن شاء الله أنه يكون موجود، أتوقع أكيد أنه موجود. الأول الحدائق المطارات صغيرة وآلاف الطلبة، ما بالك الحين حدائق المطارات والممرات في المطارات، أشياء جميلة يعني. فأتوقع أنه لو يعيدون الماضي بيكون شيء جميل، الطلبة بيفرحون بهالمنظر. حتى لو يمشونهم في الوزارات، روحها وزاراتنا جميلة، وزارات دولة الإمارات ما شاء الله، الوزارات اللي عندنا في أبوظبي وزارات وايد كبيرة، وفيها الحدائق وفيها أقسام جميلة وفيها المتنزهات. فلأنه بيكون ما شاء الله. صلاح، يا صلاح موجود ترى، أبشروا صلاح والخبير ميلسين، صلاح ومنهل ميلسين، عربية سيارات كي منهل ما حد غسلها. شو أقولكم، ما زين هالأشياء، فنان. ها تبدا تصير فوق ما شاء الله. Good morning sir. This is for who? For you. What's it done? بيت طماط. Yes. هذا البيت طماط مالنا نحن، قايلين لكم بيض الطماط مالنا نحن مميز ان شاء الله، ان يوم من ايام الله بخلي خدمه حفيظ قدامكم. Good morning دواركه. Good morning sir. Good morning ام الحنايه. Good morning sir. How are you? Fine, thank you. Say cheese. Cheese. Thank you. السلام عليكم سلام. عليكم السلام ما شاء الله. ها؟ سيم كلر وين؟ السلام عليكم صلاح. صباح الخير. وين بسافر؟ كتبه والله. وين؟ شوف اليوم جوري. سيم صراحة. صلاح اورنج.
صلاح يحب الأورنج؟ اي شو وين شو اي لون هذا؟ ابيض. ولا تكلمني لا تكلمني. لا لا زين برتقالي. شو هاللون؟ برتقالي. هي برتقالي الحين صح الحين صح. وهالبطل اللي مقطع يخوز. ثانك يو. ثانك يو سير. شو اليوم تمرين؟ شو سير؟ واتس توداي؟ توداي ويش از sit to stand with reaching ball and giving it to me. يلا يلا حبيبي سوي جود. اوكي جلس جيب من انا. اوكي سو ذات هي ويل تراي. اوكي وان مور وان مور وان مور جيبي. اوكي اند فوك 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 كثير. اوكي شيلي فوك شيلي فوك الفرس. اوكي اجلس أنا؟ أيوة اتناهي شو شيبة؟ من كثر الصراط طلع بطنك ما كم كبارة. أنا مشكلة أنت المشكلة العودة. طلع تريكت أنت؟ ما عرفت. أنت يا تريك اليوم سوي بيض طماط. بعت على الخشم. يلا. هذا ريوق البيت. دنقو. زين اتوقع اليوم يوم الخمير. ايوه خمير خمير ومشاوى. اي خمير ومشاوى اليوم يا ربي ما خل ريحك يا المشاوى. شو ما زين للمشاوى بالله عليكم. يا حينه شو بتسوون؟ اي هذا سكر عيون بدن امسك كوره. سكر عيون امسك كوره. زين اوكي حبيبي امسك امسك كده. اوكي امسك بس امسك بس امسك بس. انت ليش توخر؟ ارفع راسك فوق. ايه اوكي الهان سكر ايون 1 2 3 4 5 6 7 8. انا مشكله. ارفع راسك فوق وتنفس. اوكي اوكي ارفع راس. ها صدرك فوق فوق فنجع. بس ولا تكلمني ترى ما تعرف انت. اوكي ها ها نفرين نفرين. عليكم السلام. جود مورنينج مستر صلاح. السلام عليكم. ها انت بخير؟ كل شيء زين صلاح؟ يا سلام على الكريعينات. يلس شوي شوي لا تتكود. ايوه صباح الخير. خلاص مدام ثانك يو فيري ماتش. هاو از صلاح دوينج جود؟ الحمد لله. ناو مور سترونج؟ يا مور سترونج. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. منو يربع وراك؟ منو يربع وراك الحين انت؟ القوم هل مبايق صلاح؟ منو يربع وراك؟ اللحم ما حد. خوزي يا عم ابراهيم اصور صلاح. خوزي منك. يلا ما اعرف كلام. ما تعرف تعرف كلام. تعرف يوم تبى تقبض المعاش غادي لسانها ثلاث تذرع. والله صلاح ولا تعطيها بخشيش ابدا. ما اعرف كلام. هذه هدى بيز ما تعطيها بخشيش. هذا كريم الله كريم. هي ول تقول ما طلع منك انت بيطلع منه هو؟ لا لا هم السانين. الله اكبر عليها. العيد يا بابا. شو العيد؟ دبي. شو دبي؟ الخليس. الخليس؟ الخميس. الخليس. الخليس؟ شو الخليس بعد؟ لا لا قول الخميس. الخليس. لا الخميس. لا الخليس. بس انا تكلمني. الخميس. خليس. هب الخلي ب... لا ما في لا زين ما شيء مشكله ما شيء مشكله. انت تبى تصير دبي؟ لا خليش يا بابا. لا يوم بتقول الاسم صح شيء دبي. اذا ما تقول الاسم صح ما شيء دبي. هي نعم شرقت العيون. انا نحال انا صلاح حبيبي خبر قمر. اي بس خلاص الحين رقم واحد. اذا ما يعرف خبر قمر. قمعه قمعه ما شيء مشكله ما شيء مشكله. وين بتسكن؟ مريم. بس بيت قم مريم زين ما شيء مشكله. حجيبه صلاح. ها جيب التليفون كيف سمح. ايه غير خالد. ها جيب اسمع شو بلا تليفونك تحيه. شو شو شو
ها شي صوت شي صوت تبى الصوت هاي ولا لا انت بس خلاص هاي النغمة المحببة عند صلاح. وحين ابوي انا على قهوة استعداد سير تفني لت القهوة هذا ما وقفت من ساعة ياس الهيلة بيس صب قهاوي اللي هن يا ساير وهن يا الياي ها اي من الحناية يدفوها على السيف. How are you? No small song for Salah. يلا تعالي. Jumbo, Jumbo, buona. Afrikani, mzuri sana. Wageni, mwakaribisha. Pata, pata, pama, dawa, yun. Imbarati, hakuna matata. Salah, تغني لك هنا بطاطا. أبا بطاطا بطاطا. ما في بطاطا، ما في بطاطا بس. طب بيزات غنت لك صلاح عشر صلاح أتها عشر ماشي عشر أغنية كاملة زي خمس خمس أخ عليك يا صلاح حرام عليك بس سيري سيري ما بيعطي سيري لو تغني لي 100 أغنية ما بيغني قول شوف هرمس اسمع لك شوف ما بتي الله يحفظك انا بسير اليوم بيوم الاحد الجاي يوم الاحد متى طيب تبي يوم الاحد يوم الاحد بي انا لا من عقب ما يم مصر عندي كم من شغله من اخلصها ان شاء الله بسير مصر بوديك بانكوك زين انا وانت و واسد وابراهيم توفيج تبي ودي ابراهيم من ابراهيم توفيج منو هي هذا هو انا ولاد عيد عيد وين يخاف ليش ما يريد ما تريده في الشغل في الشغل ما انت رخصوا الشغل بي وما رخصوا ما باليد حيله ترويكم عمري ايوه هذا انا اللي تشوفه شوف الجوتي كم يسوى تدرون كم عمر الجوتي اظني 11 سنه 11 سنه هذا وهاي اللبسه والله يا ابوكم يعني ما امزح وياكم اكثر عن 16 سنة هاي اللبسة مخمل شيء طبيعي في المطار وأول ما تجبل في المطار أبوظبي تشوف هالاسم المميز الفنان اللي هو طيران الاتحاد وبتي بتلقطبي الابتسام السلام عليكم بنات كيف الحال بتشوف ما شاء الله البنات والعالم وسائر يعني حركة شيء جميل طبيعي في الجو الحين وهالرجال مبروك ما خبرت انت منو؟ نعم؟ هي؟ والخميس براشد والله مرحبا والله مرحبا يا دلت ابوي وياه عاد تدلها بنت بطرشنها نعم هاي من عند الوالده الله يطول بعمرك وعمرها شكرا جزيلا طال عمرك لا خليت من اسمك شيركم ابوي وصلنا مصر وصلنا ام الدنيا وهذا ابوي الحين تبان تو مدكون الطرقه هاي طرف المطار طرف المطار هذا تو مدفون اللي تشوفونها البيضة الملحة هذه هات يعني هي شركة بتسوي دفان هالمكان ما قصرت يا أبوي لا أنت ولا الناقل الوطني ولا اللي اشتغلوا وياك الموظفين الموظفات كل بياض ويه وكل زين وكل بناء الطيارة ما شاء الله مطيعي بلاد بلاد بتخلينا نار مسعادة هاي حين كره الله تهلحس والله أني بس بس بتريح لين تخلص المهم ما قصروا طيارة مريحة وبلاد من كبرها وكل شيء فنان اي والله الحمد لله على السلامة thank you المراد في كل رحلة أطير على طيران الاتحاد رب العالمين يسخر لي ناس طيبة منطرنا اليوم وصلنا وأنا أبوي نافخ لراسه الريع من السوالف الله يحفظك من الشريب هل أنت بالرواد مصر الأوليين لو نعم 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 من زمان إيش رأيك الحين في المطار شفت والله تغير وايد تغير وايد تغير شوف مطارها شفت شو قديت هالبلاد هاي يوم يقول لك بارك الله في منو في المتبارك نعم علي بارك الله في المتبارك أرض الكنانة أرض الكنانة وتستاهل نعم الدعم من الناس اللي فيها خير صدقت من يوقف وياها لأنها على ما قالوا إنها هي العمود الفقري صدقت أنت بكم يوم تصور سالم بن عبد الله بن نصيب العذاري هي نعم هي اليوم صادف هناك نحن في مصر هي والله صدفة أنت ما يكحي لك اليوم كان طيك العافية فرصة طيبة ولا لقناها الله يسعدك شكرا من المناظر اللي أحب أشوفها في مصر كله زين كله جميل كله زين كله رضا
قنوعين قنوعين في كل شيء، كل شيء زين، كل والم وكل مناسب وكل فنان وكل غاوي. هذه مصر احتفاليات ودنيا والدنيا يا رب. يا سلام يا سلام، من دلمة الفور سيزن. لو بفندقنا تحربيت معاريس، تحربيت معاريس مبونة فندق الفور سيزن ما يغلبهم شيء يا مال العافية. اي والله ما شاء الله الفندق فنان مستعدين شيء زين. كنت اتوقع بحصل في الادوار العلوية، حصلت في الدور 11 زين، الدور 11 بلا مكاني. الحمام عود بلاد من كبره، هو الأولي الفندق ما اختلف فيه شيء، سوي له شوية تجديدات شيء بسيط مب وايد، لكن المكان زين. أنا ما أصبر عن الفندق هذا يوم أي ما يعيبني أسكن إلا فيه. وهذه بلكونته وهذه إطلالة عمار 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 يا دار الطيبين. ما شاء الله ما شاء الله، عمار يا مصر يا أم الدنيا، عمار يا أم الدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا نصلي بنعي من الله خير. إيه يا معيت وامطرت جراند حياة. سارين سارين على جماعة ويمين ويسار يمين ويسار عشان توارفين. أنا عمري ما بخش على حد ويدي فرجي شذاب. المهم ظلينا قال لنا صيدلية لطفي وثار أبوي اللي تحت صيدلية الوفاء. بدنا ساعة في الوفاء وأبو الوفاء ما جاش. أما أبوي أنا أكلت أبوي عند الجماعة اللي كنت أنا عندهم سيارة عليها مسوين أبوي مريقة لحم صالونات لحم أو سلطة وما أدري شو خبز وعيش أبيض وخبز روحه من غير لبناني. أنا كنت شوي ونه ويانا هني قوم علي زين ومحسن قالوا محمد هالعيني بوك كنتا. أنا طلبت خبزة بس هذا علي أبوي طلب أربع قطع على قولته ولا يمتع دول مش بتوعي زين. ومحسن قطعتين كل قطعتين وناوي يخلي هالي. ليش البطر؟ لا هاي تنكل دي الدايك هاي هي ليه تنكل هي هي تنكل دي خلطك دي خلطك ما عليه ما عليه يلا دي خلطك. المهم البطر الله ما الله آمر فيه حرام طبعا. طب إذا زاني بطاطس ليه ما يخصك فيه وانت خلص اللي عندك. طيب يا محمد لا 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 المهم نحن في وسط البلد. شو اسم المكان اللي احنا فيه؟ شارع سلام باشا. علي شو اسم المكان اللي احنا نتمشى فيه هذا؟ دي توفيق سوق التوفيقيه. ايوه شوفي وين شوفي الحين كافيهات مطاعم عروض استعراضيه. ها كذاب. ها والله ده كان زمان. والله يا ابوكم ما تاخذوا من لا حق ولا باطل ولا بحياتي يا ابني. كلمه صحيحه يعني اي شيء تساله كل اللي يجيب معلومات غلط. كل الكلام غلط اللي يقوله. ايوه ما تسالني ليه عشان اسمع غلط. اي والله احتاج غلط. ولا غرفه فاضيه في الدق سمير رميس. سمير رميس غرفه فاضيه وحده ما شيء ولا غرفه. يا ربي فنادق كنت يا مصر كلها فل لين عينها ولا فندق فاضي. عدي يا محسن عدي يا محسن عدي يا محسن. نعم ايه الاخبار؟ تمام يا باشا عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. 2020 2020 ايوه بدور على غرفة فاضية في كرسي في ما لقيتش عشان جات لي زعلان. هروح لكلمة الفردوس. شتام يدونهن الارصفة الاوليات هاي الاخر خايسات لي ما يتشاهدن كلهن ابوي يعدلوها. كل ابوي عدلوا باسكم من يد ويديد وزينوا والدنيا غدت الدنيا ما شاء الله. اعتدلت الدنيا، الدنيا كلها اعتدلت. الأول الله المستعان ما تروم تخف من كثر الكاشي مجلع والدنيا لله حالة تل الله. لا والله ما قصر ما قصر ما قصر ما قصر كيسي ما قصر. نظف الدار خلاها تلق والله. ردت أبوي العهد الأولي أيام الثمانينات والسبعينات ها ردت مصر تلق النظافة ليه الدنيا كلها فيها والله. الأول ما تتشاهد تبخيبك الحمد لله
طورت الدنيا، طورت العزبة، نظفت الدنيا، الحمد لله.